بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. غلبت الروم. غلبت الروم. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد. لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون. ويومئذ بنصر الله. بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ينصر من يشاء وهو العزيز وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم. أولم يتفكروا في أنفسهم. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون.
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات وعمروها أكثر مما عمروها فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء ويوم
تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ومن آياته أن خلق لكم من
بيوتكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره
الأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض كل له قانتون كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين
فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون دعوا ربهم ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون
أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حق والمسكين وابن السبيل فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وما آتيتم من زكاة تريدون وجه فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم
يميتكم ثم يحييكم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ هل من شركائكم من يفعل من سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. كان أكثرهم مشركين. كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. فأقم وجهك للدين دين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم
يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ومن آياته أن مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبين فانتقمنا من الذين أجرموا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء الله الذي يرسل فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا
فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل نزل عليهم من قبله لمبلسين وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير إن ذلك لمحيي الموتى وهو على ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ولئن أرسلنا ريحا فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين فإنك لا تسمع الموتى ولا ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم وما أنت بهادي العمي عن إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ولئن جئتهم
بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولا يستخفنك الذين